أطلقت الحكومة معارض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية وأسعار مخفضة، وتشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية. دائما ما تسعى القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطن، ففي ظل موجة التضخم التي تشهدها دول العالم ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، أطلقت الحكومة معرض أهلا رمضان بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة. المعرض ده مختلف عن أي معرض سبق قبل كده، نظرا لارتفاع الأسعار الموجودة في الشارع وكسر احتكار الغلاء، موجة الغلاء الموجودة في الشارع. النهارده احنا بنعلن ان احنا عندنا 12 عرض يبين أكبر السلع الاستراتيجية الموجودة للمواطن البسيط، أمثال السكر والرز والزيت والمكرونة والسمن، بأسعار ملهاش مثيل في أي مكان في المحلات التجارية برة، وتقل عن مثيلاتها برة من 25% ل 30%. ففي محافظة بورسعيد افتتح المحافظ عادل الغضبان المعرض بأسعار التكلفة والجملة ببازار بورسعيد الجديد لتوفير جميع السلع التي تلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار التكلفة والجملة وبجودة عالية وكميات كافية. يجمع بين تجارة الجملة وتجارة التجزئة. النهاردة احنا عاملين المعرض أهل رمضان في هذا المكان، وشفنا الأسعار شكلها ايه النهارده، شفنا السيطره على الاسعار شكلها ايه، وشفنا مديريه التموين وزاره التموين ومستشار مديريه التموين محافظه بورسعيد اجراءات التنفيذيه اللي عملتها في خلال الاسبوعين اللي فاتوا في ضبط الاسعار في الاسواق. وفي محافظه الدقهليه قام المحافظ ايمن مختار بجوله مفاجئه على المحلات التجاريه والمنافذ للتاكد من توافر السلع والمواد الغذائيه بالاسعار والكميات المناسبه للمواطنين استعدادا لشهر رمضان المعظم، كما أكد أنه سيتم إقامة 15 معرضاً لأهل رمضان لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 25%. وفي المنطقة اللوجستية بأرض المعارض بمحافظة الغربية افتتح المحافظ طارق رحمي معرض أهلا رمضان الذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 15%. النهارده احنا في المنطقه اللوجستيه في طنطا بنشرف ان احنا بنفتتح المعرض الكبير دوت. في الحقيقه في الجوله اللي انا مريت فيها لقيت في تنوع كبير في الاصناف، في اسعار مخفضه، في تنافس في الاسعار لنفس السلعه ما بين شركه والاخرى، ودي حاجه مبشره. انا بس بدعو يعني اهالينا مش بس في طنطا وانما في محافظه الغربيه كلها يجوا يشرفونا وهيلاقوا فعلا منتجات باسعار كويسه. ده هيجبر التجار اللي هم بيشاوروا عقلهم يعني انهم يزودوا الاسعار، لا في اماكن ثانيه بتبيع أسعار مخفضة. وفي محافظة دمياط انطلق معرض أهلا رمضان لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، والمقام أمام الحديقة المركزية بدمياط الجديدة بتخفيضات تصل إلى 25%، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الكريم بالإضافة إلى منافذ بيع اللحوم والدواجن. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض أهلا رمضان بمدخل طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح في إطار تجهيز وافتتاح عدد من المعارض لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 20% للتخفيف عن المواطنين واستعدادا لحلول الشهر الكريم. السوق فيه كل احتياجات المواطن سواء من يبيش رمضان و زيوت وأرز والسمن، كل ما يحتاجه المواطن موجود داخل هذا السوق وبأسعار تقل عن مثيلاتها من الخارج بنسبة 20%. إذن هي جهود كبيرة تقوم بها الدولة في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعدادا للشهر الكريم من خلال معارض أهلا رمضان أو من خلال الرقابة على الأسواق.